الخريطة بمساحة دي 6000 متر مكعب. المشروع الرئيسي فيها هو مشروع الكنانة لجدود الدواجن. الجدود دي أو في سلالة حق حصل اسمها هيفيال 48 خاصة بشركة الكنانة. المشروع بتاعها عبارة عن يعني على 2000 فدان. المدخل الرئيسي بتاعنا موجود من هنا، يبعد عن مدخل الجدود 3.5 كيلو بالظبط. عشان تدخل الجدود ديت لازم هتيجي تخش في منطقة شوارات الأول، تبدأ تتجرب من كل ملابسك وتشطب بمطهر لمدة 5 دقايق. بايو سيكوريتي. عملنا 4 دقايق وثلاث دقايق وخمس دقايق، لان الخمس دقايق بعد مسح عد بكتيري اللي ده احسن اقل عد بكتيري معقول، وبالتالي اشتغلنا عليه. بتسيب كل ملابسك تلبس تخش تشطف 5 دقايق وتلبس لبس خاص بالموقع، وبعد ما تلبس لبس خاص بالموقع بتدخل في منطقه اسمها الحجم الصحي بتقعد فيها 72 ساعه. تاكل تشرب نايم كل حاجه 72 ساعه تشطف يوميا، عشان بعد ال 72 ساعه تبدا تدخل انت داخل قسم التربيه ولا هتخش قسم الانتاج. كده هو 72 ساعه زي ما احنا قاعدين كده، هتاكل تشرب قدام والدنيا تبقى تمام بالنسبه لك، واللي يقوم عليك اجراءات التشطيف مرتين في اليوم، وبتبحث عن حاجه بقى لو انت عاوز تبحث عن حاجه تعمل كذا كلام. المنطقه اللي موجوده دي فيها من الالف للياء، يعني فيها مطعم كامل بكل المنطقه دي، فيها فرن عيش داخلي بحيث ما يجيش الكلب. اي حاجه تخش فيها لازم تمر على اجراءات الامان الحيوي او الامان الحيوي اللي عايزين نعدي فيه. يعني حتى الموظف اللي فيها لما ياخد اجازه ويرجع بيخضع للاجراءات دي. انا مثلا بنزل اجازه وهاجي لعامل بيقعد 18 يوم، ينزل 3 ايام 4 ليالي، بيتعمل له مسحه سلمونيلا عن طريق السطول بحيث تكون تماما المسحه فري، عشان لو السلمونيلا فيه اي حاجه ده ما يخشش، غير ما يبدا ياخد علاج ودي تعمل له المسحه تاني. المسحه تمام يبدا ايه يدخل فين؟ جوه الكارانتين. الاكل او اي حاجه بتدخل هنا لازم تمر على الاجراءات ديت اللي موجوده. وبرده انت بتدخل مزرعتك ما بتطلعش منها لو انت نازل اجازه، بتنزل اجازه تخش على نفس المكان تاني تشطف فيه. طيب انت دلوقتي في هنا فيها مرسله اسمها اوفر سوم، الهدوم تدخل من الاتجاه ده تطلع من الاتجاه التاني، بتكون بحيث ان هي ايه الطريق كله وان واي، مفيش طريق هتخش منه وتيجي فيه تاني كده. الناس اللي شغال في المحطه دي ما ينفعش الاثنين في المحطه دي، ما ينفعش الاثنين في المحطه دي الا لو هو خرج ونزل اجازته وبعد كده تقوم عليه الاجراءات تاني، وبعد كده لو هو فري يبدا يدخل. المسافه بين كل محطه ومحطه مش مسافه؟ المسافه بين محطه التربيه 1 و2 500 متر، المسافه بين محطه التربيه 1 وتربيه 3 ده عندنا 1.5 كيلو. في عزل ما بينهم، سور وفي كل حاجه. كل محطه حواليها سور مبني بالدبش، ارتفاع 2.5 متر. انا طالع من الهياجين هنا بعد 72 ساعه والتشطيف ولبس طقم جديد ومفرول جديد عشان اروح لمحطتي، بدخل هنا بيقوم علي اجراء تاني ان لازم ادخل الافرول ده بس بينين لغايه المحطه، وادخل اشطف تاني بمطهر، وبعد ما اشطف اعدي خلاص بايد فحرب المحطه كده، خلاص انا متعايش بقى كده، ليا الحق ان ادخل بقى عن عامل اللي موجود هنا. بالنسبه دي المنطقه دي، ده جزء اللي هو بتاع التربيه. في الجزء الثاني بتاع الانتاج او مرحله الانتاج، الفرق بينهم في حدود حوالي 1.3 كيلو و300 كيلو و400 ما بين التربيه وما بين الانتاج. وبرضه لحد ما العمر الكبير اللي هو الانتاجي بيبقى هنا، لو انا افرضت ان البحر بتاعي كده زي ما هو باين الشمال بتاعنا، يعني حتى لو راح هوا كده مع المسافه 1.3 كيلو هيروح من عمر صغير لعمر كبير، فبالتالي بيكون عمر كبير فيه مناعات متكونه وحاجه زي كده، فيقدر ايه يقاوم يعني الوضع اللي بنقول عليها. برضه هنا كل مرحله انتاجيه من دول، عندنا احنا هنا 6 محطات انتاج على الثلاثه تربيه الموجودين، وفاضل 2 هم اللي لا زالوا تحت الايه؟ تحت جزئيه الانشاء في المشروع يعني وكده. احنا طبعا محوطين المشروع ده كله بزيتون، كل المشروع ده، لان برضه احنا لقينا ان شجره الزيتون الاقصم بتاعتها مرنه جدا، الطائر لما بيقف عليها ما بتعملش عش ولا بتعرف تقف عليها لانها بتخل بيها بتبعدها، فيعتبر منع اولي بالنسبه للايه؟
برضو معلومة هيصححنا الدكتورة أو كذا، إن الزيتون بيقلل من السي أو أو الأكسيد الكربوني في الجو، وبالتالي بيزود نسبة الأكسجين، فبتخلق جو كويس أو بيئة كويسة موجودة للطائر برضو اللي هو تقدر تساعده عليه. إحنا كشركة ليه قلنا إن إحنا عاوزين نزرع عالي الكثافة في الأساس؟ يعني لكل حاجات ليه مميزات موجودة، بس إحنا برضو دخلنا في المميزات إن إحنا عاوزين ندخل او نقتحم المسافات البينيه اللي بين محطات التربيه والانتاج، وقلنا عشان نقتحمها لازم نقلل الافراد والعماله. طب عشان نعمل الموضوع ده لازم عاوزين المكنه والهايدرس، الكلام ده نشتغل فيه. عشان كده احنا عاملين ايه، كل اللي هي واخده اللون الموف دي عباره عن ابار مدقوقه ولم تستخدم بعد. الابار اللي هي واخده اللون السماوي دي بالفعل دي كانت موجوده واستخدمت، بدانا نشتغل هنا، بدانا نخش بقى عليهم واحده واحده كده. في ابار هنا شغاله بالاصفر، دي فعلا الابار دي شغاله. انا عندي هنا 65 بير شغالين، وعندي 13 بير لازالوا تحت مرحله الانشاء، منهم 9 ابار موجودين في منطقه الجلود، وفي حاجه ايه بره. عشان كده انا عندي طاقه كهرباء عاليه جدا، انا بستخدم عندي 10 ميجا كهرباء. لازلت لغايه دلوقتي عندي كهرباء البلديه والبديل الجنريتور او الديازل اللي موجوده، ولا زال المرحله اللي تحت الطاقه النظيفه او ان انا اخد كهرباء عن طريق الطاقه الشمسيه. من 10 سنين او 12 سنه فكرنا لما كانت الميجا مليون، دلوقتي الميجا 17 مليون، فتاخرنا بدري قوي لان كان في مشاريع ثانيه موجوده مفتوح فيها ولازم تخلص. من الحاجات اللي موجوده برضو واحنا عاملينها للجدود، يعني موضوع الحمايه انها تبقى موجوده حواليها حتى من الخدمات، من المواصلات، من العربيات، من الكلام ده كله. فرن العيش احنا بنطلع من عندهم لكن ما ندخلهوش، يعني فرن العيش ده بيخدم الموقع كله، بس عن طريق ان هو احنا بنعمل مثلا في حدود حوالي يعني حوالي 4000 رغيف يوميا للموقع ده، لان الموقع ده فيه 1000 موظف بيخدموا القطاع الداجيني اللي هو فيه جدود، وفيه 3 وحدات للامهات موجودين هنا، وبيخدموا المجال الحيواني التسمين والحلاب، بيخدموا في مزرعه سمكيه عاملينها لانتاج سمك البلطي والباسة وكده، بس المزرعه دي بدا يقل نشاطها شويه نتيجه ارتفاع سعر الاعلاف وانخفاض اسعار الاسماك الموجوده، وخصوصا ان الميه اللي هنا ميه معدنيه بالنسبه للسمك ده، يعني احنا بنطلع ميه كبيره ندورها على السمك. احنا كنا عاملين صوبه فيها 40 حوض عشان بنعمل سمك تربيه عاليه الكثافه. بس كنت هقول لحضرتك ما تستفدش بال وبناخد الكلام ده ودخلنا احنا برضه جينا عملنا في منطقه البيبو دي عشان المخرجات دي مش هتنفع تشتغل مع الخراطيم عشان الرساله، فخدناها حاجه النوزلز بتاعتها اوسع شويه والتصرف بتاعها اعلى نقدر نشتغل بيه. استخدمناها مع السلاج ومع القمح ومع البنجر، وعملنا موازنه ما بين الكنترول وما بين اللي بيستخدم الكلام ده والانتاجيه وكده. انا هاجي لحضرتك في المنطقه دي كده دلوقتي. احنا من المشاريع الرئيسيه اللي موجوده في الزراعه عندنا الموالح، عندنا 1600 فدان موالح ما بين الصيفي وما بين المصره، في 120 فدان، كان عندنا مساحه اكبر بدانا نتقلصها. عندنا ليمون في 100 فدان ليمون ما بين الليمون الاداريه والليمون البيرسي والبنزهير. عندنا جريب فروت بيرسي ده كله سيدلس، البيرسي سيدلس اوكي. عندنا في 100 فدان جريب فروت موجود، ويمكن احنا العصير اللي شاربينه ده منه تاني يعني وكده. من الحاجات اللي طبعا احنا كنا الاول بنجيب شتلات من بره، فبقينا نصدم بحاجات ان احنا نيجي في الصيف نلاقي فيه سره وموضوع الخلط اللي كان بيحصل وكده، فبدانا عملنا مشتل خاص لينا ومشتل مرخص. برضه من الحاجات اللي صدمنا بيها في الزيتون، وخصوصا كان جبنا شتلات الاول بالشرقيه، لو انت زارع مثلا 300 فدان ممكن تلاقي فيكم 40 فدان مخالف، ويا ريتوا اصناف تروح للزيت او للتخليل، لا ده اصناف مضروبه، والكلام ده شلناه وطعمناه تاني للحوش للحاجات اللي احنا محتاجينها. برضه قلنا لازم يكون عندنا المشتل بتاعنا. حقيقه من الناس اللي اشتغلنا معاهم في الزيتون في المشتل، وكان الى حد ما
ممتاز او كويس او نسبه الداتا الدكتور محمد السيد لازم ندي الراجل ده حقه. معلش ده ابو الزيتون في مصر يعني لازم ندي له وضع. هو روح عندك نعم عندك باشمهندس ملحق في تغيير فيها في ازدياد في حاجه بيحصل الابار بتحصل مع مرور الزمن بيحصل ملحقتها بتزيد في حاجتين موجودين. احنا كان عندنا يعني عندي ملوحه عندي ابار المرحله ديت المنطقه دي فيها الابار اللي فيها 450 500 عند الابار القديمه وصلت 1000 الابار اللي هي وصلت 650 اللي حصل في المنطقه الجديده وخصوصا بعد شغل المنطقه بتاعت الضبع من درو داون طبعا هو ده اللي هيعمل لك مشكله درو داون مش كده؟ وده نسبه من 5 ل 10% غير دلوقتي صح ده اللي حاصل. يمكن دي البوابه اللي انتوا داخلين منها وجيتوا كده عشان جيتوا هنا بين المحطتين دول وبدات تجيبوا عندنا هنا يعني درو داون وصل كم متر الوقت في الابار هنا متوسط كم متر؟ انا بقول لحضرتك متوسط يعني من 5 ل 10% لا انا بتكلم على متر يعني ممكن اتكلم مثلا يعني في ابار عملت 10 متر مثلا في ابار لسه يعني في ابار عامله 7 ابار عامله 8 الابار اللي هي في المنطقه دي عاليه قوي وهم هناك عاملين سحب سحبت الصافي ده جامد هنا فيها عندنا الزراعات اللي موجوده ورا الموالح الزيتون 1000 فدان ودول مزرعين تقريبا نسبة 55% منهم أصناف زي و 45% منهم أصناف تخليل وبرضه زراعتنا كلها التقليدية 3 في 6 الزراعات العالية الكثافة زرعنا 2 طيب 1.5 في 4 و2.5 في 5.5 من الحاجات اللي موجودة بعد الزيتون كمساحات تعطينا منطقة الري المحورية والبيفوت دول عندنا 12 محور بس المحور 66 فدان بنزرع احنا لازلنا لغايه دلوقتي بنزرع قمح بالرغم ان متر المايه المكعب هنا بيوصل ل 2.5 أو 2.55 وبنزرع قمح بص احنا والله جينا في سنه كنت بزرع 500 فدان قدمت لحد كده قلت له انا هخسر 2 مليون جنيه لو زرعت 500 فدان قال لي ايه قلت له عشان موضوع 2 كتر 3 وكان ايامها ب 425 جنيه الارداف قال لي هنزرع قمح يعني نزرع قمح عشان البلد السنه دي لما زرعنا فيها وصل سعر الارداف ب 575 جنيه. حصل معايا في السنه دي ان احنا لمينا نفسنا وطلع لنا كتير نعتبر هو مكسب بالنسبه لنا. ده يمكن تكون النيه بالنسبه لنا احنا نيه حسابات ماديه هو كانت نيه صاحب المال غير حسابات ماديه. فيمكن ربنا كريم عشان كده احنا في اصرار ان لازم نزرع قمح لغايه دلوقتي وزارعين يعني ان شاء الله قمح 200 فدان دلوقتي زارعين بنجر سكر ومتعاقدين مع شركه اسكندريه للسكر في البنجر بنزرع بطاطس شيبسي تعاقد برضه مع شيبسي بنزرع سلاج لان احنا عندنا برضه الدرج الانيمال الموجود وبنزرع له السلاج ضروري بنزرع فول سوداني موجود هنا برضه حقيقه كنا بنزرع برسيم حجازي والاساس عشان خاطر المجال الحيواني بس المشكله بيجهد الارض بيجهد الابار وخصوصا ميه كتير وتكاليفه اعلى ومردوده بالنسبه للارض احنا عندنا هنا مشاريع منفصله احنا بنخدم بعض بس كل مشروع لحساباته عشان كده الارض ان انا مش زارع المجال الحيواني عايز المجال الحيواني ممكن يشتري هيشتري من بره غالي شويه بس مش هتجيب الخساره اللي الارض بتعملها وكده فكل مشروع يعتبر قائم بذاته بس الاداره موجوده واحده لكن كل واحد مسؤول عن هدف يعني موجود في عندنا طبعا زرعين خضار في المنطقه ديت في عندنا الجرين هاوسز زرعين طماطم شيري فلفل الوان خيار زرعين برجر سينا هو ما انا هقول لحضرتك عندنا في المنطقه اللي هنا ديت برضه تكمله الخضار زرعين اسبرجوس احنا عندنا دلوقتي 18 فدان ولنا مستهدف ان احنا نوصل ل 40 فعاوزين بس ان احنا هو هقطع كلام حضرتك يا باشمهندس احمد هو الميزه في المحصول ده انه اللي زارعين على مستوى مصر يتعدوا على عدد الاصابع زي ما قالك في تفريق يعني انا كنت ماسك مزرعه بتاع مستر مهاب سوسه جديد اكتوبر في اسمها دي
في كل 64 رجوه وكان ده كانت اكبر مزرعه مدخل سيت كاوتش كده. ايوه هو هنا في المنطقه. يعني هو ده كان اول مزرعه. الراجل ده كان طيار ومعاه توكيل شركه بوينج. على سيما زارع صلاح حجازي من زمان مشهوره بالاسبرجس في مصر. بس هو كان بيزرع من زمان. بس هو فعلا الاسبرجس موجود في نقط دوار صغيرة موجودة في مصر يعني 5 6 7 10 يعني الاهليه زرعه في المنيا بس زارعين مساحه قليله بس دلوقتي مش عارفين ياخدوا منها حاجه برضو فيها. وبرضو خلي بالك المانجمنت بتاعة المحصول ده عاوز حد فاهم انت جدا جدا. ما انا بقول لحضرتك برضو من الحاجات اللي زارعينها في الخضار احنا عندنا مصنع سلطات في السادات فبنزرع كابوتشا كابتشي ابيض. مصنع سلطات؟ سلطات بحيث ان هو بيعمل السلطه بس شرايح ونبدا تتعبى ونوزعها على المطاعم على الماركت والمطاعم كده يعني. بس المشروع ده يعني انا شغال بقاله 6 شهور فعشان كده يعني لسه بادئين وده برضه جراند مفازه برضه. التصنيع يا باشمهندس اي منتج زراعي ما لهوش بروسيسنج يعني يفقد 50 60 دي ليكم المنظمه. انت مش بتزرع عشان تزرع بالظبط بتزرع عشان تصور. من الحاجات اللي ما احنا برضه يعني احنا عندنا في المجال الحيواني عندنا المحلب وبناخد اللبن نبدا ندخل برضه تصنيع ما بين الزبادي وما بين الزبادي بسرعه الزبادي كده لان برضه احنا بنصنع زبادي وما بنضيفش اي اضافه على اللبن بس يعني. لا انا عاوز اقول لحضرتك يا عبدون يعني بالمقارنه بمنتجاتك لما تقارن بمنتجات دينا لا لا يا والله فضل الله ده كله كرم من ربنا يعني ان في ده في اجتهاد يعني من الناس انها تشتغل. هو يمكن ما شاء الله الشركه دي يعني ساعات ما دورتش على حد خبره يجي انه يشغل بس هو حط كل ثقته في شباب موجود وبدا يساعده والشباب ده الشباب برضه ربنا كرم من عنده نفس السريره ان هو عاوز يبقى ينجح فبالتالي بدا هو ويمكن وتيجي الفرص مثلا نقعد قعده زي دي احنا بناخد منها كم معلومات بنسجلها بنستفاد بيها جامد بنروح زياره في مكان تاني بنستفاد بيها. هو ده الزراعات اللي اتحولت لصناعه هنا من الزراعات اللي عندنا اتحولت لصناعات يعني لو انا بتكلم مثلا الحاجات بتاعه الخضار اللي هي بدات تخش في موضوع السلطات وكده والكلام ده كله. الزيتون عندكم مصنع؟ الزيتون احنا عندنا مصنعين مصنع للزيت ومصنع للتخليج من الحاجات اللي اتعملت برضه موجوده عندنا. عندكم مصنع زبادي قيام على الثروه الحيوانيه اللي هي بتاع السلاج وال من الحاجات برضه اللي احنا كنا بدأنا نصنعها بس احنا عن طريق ان احنا نعملها في ليه وكده الاسماك من الحاجات اللي في الموقع دي الممتازه بقى احنا اساس شركه دواجن فعندنا طبعا الحلقه مكتمله الدواجن في الاخر بتروع على منظر طاقته 9000 طاقه الساعه بيبدا احنا نشتغل عليه ده كل شغل الدواجن. السلاله حكر عليكم السلاله هي ليه 48 دي هي دي الكدانه لجدود الدواجن لا حصري وزعته منها او كذا لا او العملاء اللي بياخدوا يربوا الام يربوا مستعد لازم السورس يربوها واحنا بنربيهم بحيث لو العميل ده جه قال لا ده السلاله دي ده عدد البيض المخصب اللي بيطلع قليل ده وضع كذا احنا شغالينها فبالتالي احنا شغالين لو في اي واحنا بنعمل حاجه يعني خدمه ما بعد البيع عن طريق ناس متخصصه وناس فنيين بيروحوا للعملاء بحيث ان هم بيدوا لهم يعني ممكن المرحله دي تشتغل فيها كذا زي ما احنا بنستفاد من الدكتور حسن كده وقال ان موضوع التسميد لازم كل مرحله فسيولوجيه تعمل انترفولز فاحنا برضه نفس الكلام ده معاهم يعني عفوا يا باشمهندس عمر الجده من اول يوم كتكوت استيراد لحد الانتاج لحد ما تنقلها بقى للانتاج 64 اسبوع تقريبا زي الامهات 24 اسبوع تربيه و40 اسبوع انتاجي. انا بتكلم على العمر من اول يوم لاول يوم انتاج اللي هم 22 اسبوع. هو حضرتك 20 اسبوع في الاسبوع ال 22 بيعمل تبدا تبشر بيعمل الاثاره الضوئيه بعد الاثاره الضوئيه باسبوع 10 ايام تبدا يبدا البشائر البيضاء بس انت بتخش اول اسبوع انتاجي بيعتبر عندك الاسبوع مثلا 25 او 24 ده الانتاج الحقيقي الانتاج الحقيقي
زي الام تقريبا يعني زي الام باشمهندس احمد. يعني انت عندك منتج جيد جدا واخد بالك في كل المجالات يعني سواء زيت او تخليل او 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 بس انا لما ببص على يعني انت المفروض يبقى لك منفذ في مكان ما تعرض فيه المنتجات زي شادي يعني مش على الصحراوي لا ده يبقى في وسط البلد. بص احنا من خلال التشويق في طنطا اللي هي المركز الرئيسي بتاعنا يعني في منفذ هناك ما شاء الله كبير. احنا في حاجات بتتعمل فعلا احنا عندنا التسويق يعني في نقطه كده اللي بالي ليه لانه كان حضرتك ليه عندنا في روكسي يعني انت ماشي كده اهوت في مكان كان مشتل وكلام زي كده فانا فوجئت مجموعه شركات واخده اماكن كبيره للعرض من ضمنهم دينا واخد بالك دينا يا عثمان في مكان حيوي زي كده انا هروح اجيب زيت يعني انتشار وادي فود مع احترامي يعني هم لكن ليهم انتشار يعني واسع. السؤال ده انا سالته المهندس احمد في مهرجان الزيتون وقال ان احنا سيلكتيف قوي بنودي السوبر ماركت معينه ماشي السوبر ماركت ده بس انا عايز ابقى موجود انا كاند يوزر بس انا عاوز اقول لحضرتك حاجه احنا طلعنا بانطباع من المهرجان اللي هو المهرجان بتاع الزيتون ده احنا كنا رايحين لينا هدف معين يعني في حاجات ان احنا ايه رايحين لحاجه ان احنا نشوف الدكتور حسن نشوف حاجات احنا نستفاد بيها وحد يكون يعلق على المنتج بتاعنا كومنت معين وضع معين مشاكلنا دي بنسجلها بحيث ان احنا نتحسن في اللي احنا عاوزين فيه. اما رحنا لقينا فعلا الجمهور هو ما يعرفش مفازة لان مفازة مش موجودة فين حتة ومدورة عليها. عاوز اقول لحضرتك لو انا اما بصينا مع الناس بتوع التسويق عندنا ساعات ممكن ايه بيقول لك احنا اصل انتوا بتعرضوا الحاجة انتوا طالبين في الحاجة سعر غالي اوكي هي سعر غالي عشان انت دورك ان انت تعمل الموضوع ده وصلها للمستهلك. احنا مش بتوع التسويق احنا لما بدأنا هناك في المعرض ده في اول يوم عاوز اقول لحضرتك ان انا مثلا لو انا بعمل كيرف بالنسبه لي ان انا كنت مثلا هنا يعني بايع مثلا ب 3 قروش اليوم الثاني انا كنت هنا اليوم الثالث كنت هنا اليوم الرابع كنت هنا اليوم الخامس كنت هنا بالرغم ان في حاجه انا كنت ببيع نص كيلو زيت ب 120 جنيه الجاري بيبيع الكيلو زيت ب 140 جنيه. الزبون اللي دخل اول يوم هو دور على سعر اما بدا يخش ويجي تاني بدا يدور على جوده احنا بالنسبه لنا لقينا ان الجوده معانا متطابقه مع السعر وبتعرف ايه اللي احنا عاوزينه احنا ما يعني معلش ما رحناش بعيد احنا ما مسعناش الوضع ده مش رايحين نبيع يعني في الخطه اللي جايه ممكن نلاقي منافس بيها مفازه على الاقل حتى في كل محافظه كده منفذ معروف ان شاء الله في ناس طلبوا فرانشايز يعني اعمل فرانشايز مفازه وادوهم هم يعملوا مركز لهم اعمل فرانشايز ايه المانع يعني ممكن الشغلانه دي او الوضع ده ممكن ان شاء الله نتكلم فيه ونخش فيه يعني حط له خطه بصراحه بس السلالات هي طبعا السلالات اللي موجوده اللي هي الاورشتاين والبراون دي السلالات اللي موجوده عندنا والسيمنز سيمنز مشكور فيها قوي بشمهندس يعني ده من السلالات اللي موجوده عندنا. بص احنا لما بدانا المجال الحيواني بدانا نعمل حاجه كان الحكايه عبد السلام عاوز البان بس ما انا طلعه لا تسميم وده كان فيديو لموقع كنانه والمهندس احمد زيدان مدير الموقع من صحراء وادي النطرون من الوادي الفارغ ولقاء ايفر جروب مع كنانة وكان معكم محمود البربوتي لقناة الأرض.